بسم الله الرحمن الرحيم، وبها نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حلقتنا النهاردة هتكون عن تفسير حلم المطر في المنام للعزباء وللمتزوجة والمطلقة والحامل والرجل. تفسير رؤية المطر في المنام للعزباء: إذا رأت الفتاة العزباء المطر في المنام فهو بشارة من الله عز وجل إليها بتخلص من الهموم والمشاكل. أما بالنسبة لتفسير المشي تحت المطر للعزباء: إذا رأت الفتاة العزباء إنها تمشي تحت المطر والماء يغسل ثيابها ويطهر جسدها، فهي بحاجة إلى التوبة إلى الله من ذنوب تفعلها. كما يكون تفسير حلم المشي تحت المطر في المنام للفتاة العزباء إشارة إلى رزق سوف يبعث الله لها إن شاء الله. بالنسبة لتفسير البكاء تحت المطر للعزباء: بكاء العزباء تحت المطر إشارة إلى الهموم والمشاكل التي تملأ نفسها ولا تجد من تفضفض إليه، لكن هذه الرؤية بتخبرها إن الله يسمع دعائها وبإذن الله هيشيل كل أحزانها، والله أعلم. تفسير المطر في الحلم للمتزوجة: حلم المطر في المنام للمتزوجة كله خير بإذن الله، فإذا رأت المتزوجة السماء تمطر في منامها دل على السعادة التي تغمر حياتها. تفسير المشي تحت المطر للمتزوجة بيشير إلى سعيها على زوجها وأولادها. أما بالنسبة لتفسير البكاء تحت المطر للمتزوجة فتفسيره بيقول بالخير وبيكون بشارة إلى حملها من زوجها، وبيكون هذا الحمل سيكون مصدر سعادة لها. أما بالنسبة لتفسير المطر في المنام للحامل، رؤية المطر في المنام للحامل بتكون رؤية مبشرة، وإن الحمل سوف يستقر في بطن الأم وسيكون مصدر فرحة وباب رزق لها واستقرار في حياتها. أما تفسير نزول المطر في المنام للمطلقة، يختلف تفسير حلم المطر في المنام للمطلقة من حالة إلى أخرى، يعني كل حالة بتختلف عن الأخرى من الرؤى المبشرة بإذن الله. فالمطر رحمة يسوقها الله لعباده، والمرأة المطلقة هي من أشد الناس حاجة إلى رحمة الله سبحانه الله وتعالى. وبيقول نزول المطر في المنام للمطلقة إن الله سوف يرزقها من عنده وسوف تسعى إليه، وإن رأت المرأة المطلقة أنها تغتسل تحت ماء المطر بيكون إشارة إلى ما تعانيه من حياتها ومطهر لها من ذنوبها. تفسير حلم المطر في المنام للشاب: إذا رأى الشاب الذي لم يتزوج مطرا غزيرا في منامه فهذه بتكون إشارة إلى رزق وفير يصيبه، وقد يكون هذا الرزق مال أو وظيفة أو زوجة. وإذا رأى الشاب أنه يغتسل بماء المطر فهذه إشارة له بالتوبة من ذنوب يرتكبها. وإذا رأى في منامه كأنه يتوضأ من ماء المطر فإنه سيصلح حاله مع الله عز وجل ويلتزم الطاعات. تفسير المطر في المنام للرجل المتزوج: رؤية المطر في المنام للرجل المتزوج بتحمل على عدة من الدلالات بيختلف تأويلها من شخص لآخر. فإذا رأى الرجل المتزوج مطرا غزيرا وهو يجلس في بيته دل ذلك على استقرار حياته الزوجية وإن فيها طمأنينة، وليس عليه أن يبحث عن السعادة خارج البيت أو الأسرة. أما إذا رأى الرجل إن المطر يسقط فوق رأسه ويتضرر منه ففي ذلك إشارة إلى مشاكل وهموم سوف تصيبه في عمله أو في رزقه. وإذا اختلط المطر مع هبوب الرياح والعواصف في حلم الرجل المتزوج فهي إشارة إلى مشاكل طارئة يتعرض لها، قد يكون بعضها متعلق بالزواج مع العمل في نفس الوقت، والله أعلم. دي كانت حلقتنا النهاردة. أنا قلت قبل كده اللي عنده أي حلم أو عنده أي تفسير أو عاوز يستفسر عليها يسيبها لي في التعليقات، وأنا هرد عليكم إن شاء الله في حلقة اللي بعديها على طول. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم لايك وشير والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.